الرحمن الرحيم، هنبدأ النهارده نتكلم على نبات اسمه جلد النمر المتقزم. زي ما احنا شايفينه كده، كل ده جلد نمر متقزم. طب جلد النمر المتقزم ده نبات زينة، ممكن ان انا ازرعه عندي لو انا جايبه ان هو متربي، ان هو يبقى يكون موجود اندور او موجود عندي في المكاتب او الشركات او جوه البيت، ممكن اخليه عادي وهيبدأ ان هو يتعايش كويس جدا. لو انا جايب ان هو يكون متربي او الدور او ان هو يكون موجود عندنا في الاجزاء الخارجيه من المنزل او في الحدائق الخارجيه، ممكن برضك ان هو يتحمل على حسب المكان اللي انا جايبه منه او حسب المكان اللي انا هو متربي فيه. طبعا احنا عندنا ده نوع اول واحد، وعندنا النوع الثاني برضك من جلد النمر المتقزم اللي هو النوع ده، تمام. بتحمل طبعا الظروف اللي هيكون موجود فيها، سواء هيتزرع بره او جوه حسب ما انا جايبه من المشتل او حسب ما هو متربي في المشتل.